السلام عليكم. لماذا لا تحترم قنواتنا التلفزيونية رمضان؟ لماذا يتحول رمضان عندنا من شهر روحاني إلى شهر ترفيهي؟ الحقيقة أنني لست إماما ولا شيخا ولا داعية، ويؤسفني أنني لم أنل ذلك الشرف الرفيع، ولكنني أفهم الآن لماذا كانت والدتي طوال شهر رمضان تدير التلفاز إلى الحائط. مرت سنوات أخذتني دوامة الحياة وغفلت عن البحث عن جواب لسؤال الطفولي هذا، حتى أراد الله أن تأتيني الإجابة من رجل مسن غير متعلم في الركن الآخر من الكرة الأرضية. وكان ذلك الرجل هو عامل أمريكي في محطة بنزين اعتدت دخولها لشراء قهوة أثناء ملء السيارة بالوقود في طريق عملي. في اليوم الذي يسبق عيد ميلاد المسيح دخلت لشراء القهوة وكنت حديث عهد بقوانين أمريكا، فسألته: لماذا تضع أقفالا على هذه الثلاجة؟ فأجابني: هذه ثلاجة الخمور، وقوانين الولاية تمنع بيع الخمور في ليلة يوم ميلاد المسيح. نظرت إليه مندهشا وسألته: أليست أمريكا دولة علمانية؟ لماذا تتدخل الدولة في شيء مثل هذا؟ فقال الرجل: الاحترام، يجب على الجميع احترام ميلاد المسيح وعدم شرب الخمر في ذلك اليوم حتى وإن لم يكن متدينا. إذا فقد المجتمع الاحترام فقدنا كل شيء. الاحترام، ظلت هذه الكلمة تدور في ذهني لأيام وأيام بعد ذلك اليوم. فالخمر غير محرمة عن الكثير من المسيحيين في أمريكا، ولكن المسألة ليست مسألة حلال أو حرام، إنها مسألة احترام. فهم ينظرون ليوم ميلاد المسيح كضيف يزورهم كل سنة، يذكرهم بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، وليس من الاحترام السكر في معية ذلك الضيف. أتمنى أن نحترم ضيفنا الذي يزورنا مرة في السنة شهر رمضان، ونعرف ماذا نقدم لمشاهدينا في حضرة ضيفنا العزيز. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نحن على قناعة أن معظم قنواتنا التلفزيونية قامت بنزع كلمة الاحترام من قاموسها وحلت التجارة محلها، فهل علينا نحن أن نتحلى بقليل من الاحترام لهذا الشهر الكريم ونقلب شاشات تلفزيوناتنا إلى الحائط كما كانت تفعل الوالدة؟ كنت أقرأ لكم مقالا للدكتور مصطفى محمود. صحفتكم.